السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي طلاب أولى ثانوي في حلقة جديدة هنشرح فيها بداية باب جديد وهو بعنوان الحركة. لو كنت زهقت من الفيزياء بسبب التحويلات وصيغ الأبعاد والقياس المباشر والغير مباشر وكل الكلام الكتير ده، انسى الكلام ده. اللي جاي كلام جميل سهل بسيط، أخدت جزء كبير منه في إعدادي، هنكبر بقى شجرة المعرفة بتاعتك في ثانوي ونشوف السرعة والحركة والعجلة وكل الكلام اللي سمعت عنه في إعدادي. طيب نبدأ الأول نعرف يعني إيه كلمة حركة. يبدأ عندك الفصل بتعريفين، تعريف للجسم الساكن وتعريف الجسم المتحرك. وقبل ما نقول أي حاجة في التعريفين دول، ركز معايا كده دقيقة. لو عندي طريق مستقيم بالشكل ده، شارع يعني، وفي عمود نور، ايوه ده عمود نور، ما تقلش على الرسمة بتاعتي، وكان في ولدين، واحد واقف على يمين العمود والتاني واقف على شمال العمود. لما الساعة كانت مثلا 10، الساعة جت 10:05، لقينا الشخص اللي على اليمين ده بقى ده مكانه، موضعه اتغير، لكن الشخص اللي واقف على الشمال ده لسه زي ما هو، ما اتحركش. الساعة اتغيرت شوية وبقت 10:15، لقينا الجسم ده اتحرك وبقى هنا، والجسم ده لسه زي ما هو مكانه. ايه اللي بيحصل؟ الجسم اللي الوقت بيعدي عليه وهو لسه في موضعه ده كنا بنسميه جسم ساكن، اما الجسم اللي الموضع بتاعه بيتغير، يعني كان مكانه هنا في الاول، بعد كده بقى مكانه هنا، بعد كده بقى مكانه هنا، الموضع بتاعه بيتغير بمرور الزمن، هو ده الجسم المتحرك. يبقى الجسم اللي موضعه بيتغير ده اسمه ايه؟ جسم متحرك. كده نقدر نحط تعريف للجسم الساكن وتعريف للجسم المتحرك. تعريف الجسم الساكن هو الجسم الذي لا يتغير موضعه بمرور الزمن، بس كده. جسم كل ما الوقت يعدي عليه هو لسه مكانه ما اتغيرش. اما الجسم المتحرك هو الجسم الذي يتغير موضعه بمرور الزمن، كل ما الزمن يعدي عليه هو مكانه بيتغير. كده قدرت أعرف الجسم الساكن والجسم المتحرك. خلصت أول جزئية معانا في مقدمة الفصل. بعد ما عرفت الجسم الساكن والجسم المتحرك، يبدأ يسألني ويقول لي أنواع الحركة. إيه ده؟ هي الحركة لها أنواع؟ أيوة لها أنواع. طب تعالى كده نتكلم بالتفصيل على أنواع الحركة. تنقسم الحركة إلى نوعين. أول نوع من الحركة هي حركة جسم من نقطة بداية، زي مثلا حركة القطارات، بيتحرك من محطة وليكن متحرك من محطة A متجه إلى محطة أخرى وليكن B، يبقى نقطة بدايته كانت النقطة A، اتحرك لحد ما وصل إلى نقطة النهاية، يبقى الجسم هنا اتحرك من نقطة بداية لنقطة نهاية. أو الجسم انتقل من النقطة A إلى النقطة B. كلمة انتقل دي من نقطة إلى نقطة سميناها حركة انتقالية، وده أول نوع من أنواع الحركة. يبقى النوع الأول من أنواع الحركة اسمه حركة انتقالية. إيه هي الحركة الانتقالية دي؟ حركة تتميز بوجود نقطة بداية ونقطة نهاية، بس كده. طب هات لي كده أمثلة عليها. أول مثال الحركة في خط مستقيم، ما توضح يعني ايه حركة في خط مستقيم، زي حركة القطارات. مش القطارات دي بتتحرك في خطوط مستقيمة من نقطة بداية لنقطة نهاية زي المثال اللي وضحناه هنا؟ حركة أي مركبة، موتوسيكل، عربية، مش كل دي مركبات بتتحرك من نقطة بداية لنقطة نهاية؟ رقم اتنين، حركة المقذوفات. ايه المقذوفات دي؟ تعال نوضحها. لو عندي مثلا مدفع، عارف مدفع رمضان؟ ايوه، بنستخدم بقى مدفع زيه كده في الحروب. ده مدفع بيطلق قذيفة من فوهة المدفع هنا كده،
القذيفة دي ما بتاخدش خط مستقيم، ده بتاخد كده مسار بالشكل ده كده لحد ما توصل للهدف بتاعها، وليكن عايزة تضرب الهدف ده، فكده خلاص لها نقطة بداية اللي هي فوهات المدفع ونقطة نهاية. الحركة اللي قدامك دي اسمها حركة المقذوفات. يبقى حركة المقذوفات مثال على الحركة الانتقالية. يبقى عندي كام مثال للحركة الانتقالية دلوقتي؟ الحركة في خط مستقيم، ده المثال الأول، حركة المقذوفات. كده خلاص خلصنا النوع الأول من أنواع الحركة، وهي الحركة الانتقالية. نخش على النوع الثاني من الحركة، وليكن مثلا زي حركة المروحة. هي المروحة، ريش المروحة اللي بتدور قدامك كده زي الصورة دي. دارت المروحة بالشكل ده كده، تقدر تحدد نقطة بداية الحركة ونقطة نهاية الحركة؟ استحالة. ولكن كل اللي أعرفه إن المروحة دي بتتحرك حركة دائرية وبتكرر نفسها دورة ورا دورة ورا دورة على فترات زمنية متساوية. يعني إيه على فترات زمنية متساوية؟ يعني لو لفت اللفة الأولى في 1 ثانية، هتلف اللفة التانية برضه في 1 ثانية. فالحركة دي مش حركة انتقالية، لأن مفيش نقطة بداية ومفيش نقطة نهاية، ولكن اسمها حركة دورية. يعني إيه مع حركة دورية؟ حركة تكرر من نفسها، عمالة تدور حوالين نفسها، تكرر من نفسها على فترات زمنية متساوية. يعني كل دورة بتاخد زمن زي الدورة اللي تسبقها، تمام كده؟ عرف بقى الحركة الدورية. يبقى النوع التاني من الحركة اسمها حركة دورية. تعريف الحركة الدورية: حركة تكرر من نفسها على فترات زمنية متساوية. انتهى التعريف بتاعها. طيب ما تدينا كده أمثلة عليها. صلى على النبي. أول حركة، الحركة في دائرة زي إيه؟ زي حركة المروحة. في حركة تانية، عارف الكواكب بتتحرك حول الشمس في مسارات دائرية تكرر من نفسها على فترات زمنية متساوية. يعني ايه؟ يعني الأرض مثلا بتدور حول الشمس، بتدور دورة كل 365 يوم. يعني ما ينفعش سنة تيجي مثلا والأرض تدور دورة في 400 يوم، لازم يكون في نفس الزمن. يبقى بتكرر نفس الدورة كل 365 يوم، يعني هنا بتكرر نفس الحركة في فترات زمنية متساوية. يبقى حركة الكواكب حول الشمس. القمر بيدور حول الأرض، بيدور دورة كاملة كل 24 ساعة. يبقى حركة القمر حول الأرض. وطبعا خدت في الكيمياء حاجة اسمها الإلكترونات. تدور الإلكترونات في مستويات الطاقة حول النواة. النواة هنا مركز الدايرة، والإلكترونات بتدور في مسارات دائرية. يبقى حركة الإلكترونات حول النواة. كل دي أمثلة على الحركة الدائرية الدورية. طيب في نوع تاني من الحركات. في، عارف بندول الساعة؟ ايه بندول الساعة ده؟ في توم وجيري كده كان في ساعة بينزل منها بندول بالشكل ده كده. أول ما الساعة تتم، وليكن مثلا جت 1 بالظبط، جت 2 بالظبط، يبدأ البندول ده يتحرك حركة اهتزازية على جانبيه. يعني يروح على اليمين ويروح على الشمال، يتحرك كده ويرجع تاني، يروح هنا على الشمال لحد ما يرجع تاني لموضع سكونه. ايه ده؟ راح على اليمين وراح على الشمال. لو راح على اليمين في زمن ثانية، هيروح على الشمال في زمن برضه ثانية. ايه ده؟ كرر من نفسه على فترات زمنية متساوية. بس يا مستر هنا ما بيعملش دورة كاملة، ولكنه كرر نفس الحركة في فترات زمنية متساوية. هل تقدر تحدد له نقطة بداية ونقطة نهاية؟ لا، ما اقدرش. طالما ما اقدرش احدد له نقطة بداية ونقطة نهاية، والحركة اللي قدامي بتكرر من نفسها على فترات زمنية متساوية، يعني يروح يمين ويرجع شمال، يروح يمين ويرجع شمال في نفس الفترة الزمنية، يبقى دي حركة دورية. بس دي مش حركة في دائرة، الحركة دي اسمها ايه؟ اسمها حركة اهتزازية. يبقى الحركة الاهتزازية نوع من أنواع الحركة الدورية. انتهت أنواع الحركة، معانا 6 رسومات، تعال نحدد أيهما حركة انتقالية وأيهما حركة دورية. أول رسم معانا
حركة الكواكب حول الشمس دي كانت حركة نوعها ايه؟ افتكر معايا كده، هو مش الكوكب ده بيدور دورة كاملة حوالين الشمس كل 365 يوم، يعني كل سنة، يعني بيكرر من نفسه على فترات زمنية متساوية؟ اذا هو حركة دورية لانه يكرر من نفسه على فترات زمنية متساوية. الرسمة التانية، صندوق ينزلق على مستوى مائل. الصندوق اللي قدامك ده بيتحرك على مستوى مائل، يعني بدأ حركته من هنا، تمام كده؟ هينزلق على الصندوق لحد ما يوصل لنقطة النهاية هنا كده. هل ينفع يكرر نفس الحركة وينزلق لأعلى؟ استحالة، يعني مش هيعرف يكرر من نفسه، ولكن له نقطة بداية بدأ منها الحركة وهيتحرك لحد ما يوصل لنقطة النهاية. إذا دي حركة بتتميز بوجود نقطة بداية ونقطة نهاية، إذا هي حركة انتقالية. طيب حركة الإلكترونات حول النواة لسه واخدينها من شوية، الإلكترون بيدور في مسار دائري حول النواة وبيكرر من نفسه على فترات زمنية متساوية، إذا هو حركة دورية. الرسم رقم 4، حركة ثقل معلق في ملف الزنبرك. الملف الزنبرك ده بيتحرك ازاي؟ لأعلى ولأسفل، سوستة كده بتتحرك، طالع نازل طالع نازل. ده فين نقطة بدايته؟ معرفش. فين نقطة نهايته؟ برضه معرفش. طالما مش قادر أحدد لا نقطة البداية ولا نقطة النهاية، يبقى وأنت مغمض هو حركة دورية. إيه ده؟ ده مش دائرية ولكنها حركة اهتزازية. وإحنا خدنا أمثلة الحركة الدورية نوعين، حركة دورية، حركة دائرية، وحركة اهتزازية، وده مثال على الحركة الاهتزازية. والحركة الاهتزازية نوع من أنواع الحركة الدورية. الرسم رقم 5، رصاصة تنطلق من فوهة مسدس. قلنا حركة المدفع وحركة المسدس دي اسمها مقذوفات، والمقذوفات نوع من أنواع الحركة الانتقالية. ليه انتقالية؟ لأنها بتنتقل من فوهة الجسم القاذف اللي هو المسدس بالنسبة لي أو المدفع، دي بتكون بداية الانطلاقة ونهايتها على حسب بقى ما هو موجود. يعني لو أنت واقف هنا سيادتك كده والطلقة دي رايحة على راسك، فراسك هي نقطة النهاية بتاعتها. بما إنها حركة بتتميز بنقطة بداية ونقطة نهاية، يبقى حركة انتقالية. طيب وأخيرا بقى حركة أذرع المروحة، بيتهيألي مش محتاجة تفاصيل، يعني حركة أذرع المروحة عارفينها، بتكرر من نفسها على فترات زمنية متساوية، يبقى حركة دورية. انتهى الست أسئلة اللي معانا، يتبقى سؤال واحد فقط، وهو مش سؤال، ده ملحوظة بس على السريع كده. ملحوظة هامة بعد ما اتعرفنا على الحركة الدورية والحركة الانتقالية. الملحوظة دي بتقول الجزء من الحركة الدورية، الجزء من الحركة الدورية هو حركة انتقالية. يعني ايه الكلام ده؟ نوضح الكلام ده. لو عندي مثلا هذا كوكب الأرض، القمر بيدور حول الأرض في مسار دائري، ده المسار اللي القمر هيتحرك فيه حول الأرض، بقول عليه حركة دورية. لما بيكمل دورة كاملة بيكرر نفسه كل 24 ساعة، بيدور دورة كاملة كل 24 ساعة. لكن لو قلت لك مثلا جزء من الحركة الدورية، يعني لو اتحرك من النقطة دي لحد النقطة دي كده، اتحرك مثلا من فوق مصر، مصر كانت هنا فوق كوكب الأرض، لحد مثلا ما وصل لتونس مثلا، فاتحرك المسافة دي، ايه ده؟ يعني البداية بتاعته كانت عند مصر وبالنسبة لك النهاية كانت فوق تونس، يعني له نقطة بداية وله نقطة نهاية. هل دي الحركة الدورية بالكامل ولا جزء من الحركة الدورية؟ ده جزء من الحركة الدورية، له نقطة بداية وله نقطة نهاية، يبقى حركة انتقالية. يبقى لو قال لي حركة القمر حول الأرض فهي حركة دورية، لكن لو حدد لها نقطة بداية ونقطة نهاية بقت حركة انتقالية. وده معنى كلمة الجزء من الحركة الدورية، جزء صغير من الحركة الدورية هو حركة انتقالية. انتهت معانا مقدمة الفصل
الأول من الباب التاني اللي هو بعنوان الحركة. أتمنى تكون فهمت أي حاجة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشير الفيديو على قد ما تقدر، واستناني الحلقة الجاية في شرح مفهوم السرعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.